فطلبنا من إدارة السجن إنه أنا بدي أتقابل مع أخوي، أخوي بده يروح، فكان هو موجود في سجن الدمون. ففعلا أنا كنت في سجن جلبوع، فجابوا لي إياه على سجن جلبوع ونام معاي هاي الليلة الأخيرة اللي أنا بعدها ما شفتش جاسر أخوي. نمت أنا وياه، ظلنا حتى ما نمناش، إحنا نمنا ظلنا سهران للصبح إحنا نتخرف ومبسوطين. فبعدها أجوا رحلوا على أساس إنه مشان الإفراج، الأمور الإفراج بالسجن، وما بعدها ما شفتوش. وانتقلت أنا على سجن إيشل في الجنوب، قاعدين هيك على التلفزيون نحضر الأخبار منتابع هالأمور، فواحد بسمع على الراديو منهم بقول اثنين تم استشهاد اثنين، اللي هو عامر بركي وجاسر أبو الزغيب. أنا مش منتبه يعني، بكلهم حطوا على الأخبار كالعادي، الشباب منعوا إنه يحطوا على الأخبار على أساس ما يشعرونيش، بدهم يجيبوا لي إياها بطريقة يعني غير مش مباشرة. فبعد ما صارت الدنيا مغربة حطوا يا عم على التلفزيون، ده اسمع الأخوة، أخذ واحد من الراديو طلعوا برا، وصار زي يعني إنه بدهم مش يشعروني. تعملوا العشاء وتعشينا هالعشاء تبعنا اللي بالسجن وكل شيء تمام. بعدها خلصنا وجلينا زي ما بيقولوها الأكل والكذا، قعدنا واللي هو بقول لي أسامة الأشقر بدي أحكي معك موضوع مباشرة. أنا لما أسامة الأشقر ذاكرها زي ما أنا هسا شايفكم أمامي، قال لي أنت رجل مؤمن، كنت وقف جاسر صار له إيش استشهد، قال لي الله يرحمه.